السلام عليكم. اليوم وجبة من شاشات فلاي الكل بفرين. اوكي منين نبدي؟ نبدي اي 31 اولد. هذا الشغل مالتها طبعا، ويا كل شاشة يجي كارت لفتح الشاشة. هاي شغلة، شغلة الشاشة هي اولد مثل ما قلنا، بس المتعارف عليه هذا سوفت اولد، مو مثل باقي الاولد الموجود بالسوق. هذا يجي سوفت اولد، اضافه يجي الفريم اصلي. الفريم ايش يحتوي؟ رجاج، سماعه اذن، رابرات. اوكي، وهذا الشغل وهذا الكبس، واسعاره مناسبه. هذا نجي شنو؟ ايوه 30. ايش عندنا هنا؟ عندنا اي 13، اي 13 بنوعين، بي 4G و 5G. نفس الكلام ونفس ال... هذا اي 13 كارت فلات باور، العفو فوليوم، فلات فوليوم، رابرات. اوكي، يعني حتى من تقعد غراضة ما يصير لا رجع لا خلنا بالسماعة. هذا اي 13. ايش عندنا؟ اي 11 فريم، طبعا شاشات كلها يجي وياها. هذا مال اي 11، هذا فلات فوليوم وفلات فور كامل مع فريم. شاهد ناسه اي 22. اي 22 فريم كامل. عندنا اي 10S فريم، طبعا هاي اللي فيهم يجي شاشات فريم المتضرر ويقعد يجي بفريم ويكبس. هذا تجي قالب مكبوس منك ترجع الشاشة، شغل شركة. طبعا الكواليتي والالوان والصورة اي واحد ماخذها يقارنها بالاورجينال نيو يعرف شنو موضوعها، ما يحتاج احنا نمجد بيها نقول بيها. حتى الربر الاسفنج اي 12، اي 12 كاملة وجوكر هم تشتغل فريم. طبعا شكو شاشة تشتغل جوكر بدون فريم، عندنا الشاشة ويا فريم هم تشتغل جوكر، يعني الفريم محفور حفر انه يشتغل جوكر حال حال بدون فريم. هذا الحلو بالموضوع. طبعا شاشات اعتماد خلصت، اي 30 اي 50 اي 20 كله ويا فريم. هذا الاي 70 هم هذا الاي 70 اي طبعا جي اس واي، بس شاشة هم شاشة حلوة.